بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط للرياح على كافة المناطق، وده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. طمنينا عن حالة الجو النهاردة ونسب الرطوبة اللي احنا متابعينها بقالنا شوية، وكمان في رياح مطيرة للرمال والأتربة. هو طبعا في استقرار تام في الأحوال الجوية، هيستمر تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فمحملة بكميات كبيرة من بخار المية، والكتل دي كمان كتل هوائية حارة، فبالتالي تتحمل بكميات كبيرة من بخار المية وتزود نسب رطوبة في الجو، وارتفاع نسب رطوبة هو اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، رغم ان درجات الحرارة خلال هذه الايام حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، تحديدا اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 34 الى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن وجود نسب رطوبة هو اللي هيخلينا نحسها لو تكون 37 و38 درجة مئوية. أجواء فترة النهار بتكون أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، بالإضافة كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ده بيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لكن مع دخولنا في فترة الليل وغياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض درجات حرارة، بنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الأوقات دي بتبقى الطقس فيها معتدل بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة إن اليوم كمان هيستمر معانا النشاط النسبي للرياح، وخاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، نشاط الرياح هيساعد بعض الشيء على تلطيف الأجواء وعدم احساسنا بنسب الرطوبه في الجو فترات المساء وساعات الليل. نشاط رياح اليوم غير مثير لاي رمال واتربه، يعني ما فيش اي اتربه ورمال مثيره في اي منطقه من مناطق الجمهوريه. خلينا كمان نقول لكل الساده المواطنين ان احنا خلال الايام الماضيه كان في تحذير كبير من ارتفاع الامواج على شواطئ البحر المتوسط، اعتبارا من اليوم تبدا تنخفض ارتفاعات الامواج ويكون البحر معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط اليوم هيكون ما بين 1.5 إلى 2 متر، وحصل هدوء في سرعات الرياح وانخفاض الأمواج، لكن دايما نخلي بالنا خاصة السادة المواطنين المستطيلين على الشاطئ من التعمق داخل البحر، لأن دايما احنا بنقول إن لو الشط فيه ارتفاع أمواج مناسب دايما داخل العمق بارتفاع أمواج أعلى، لكن خلاص نقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط وايضا شواطئ البحر الاحمر لانهم مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. الاجواء مستقره بشكل كبير في اغلب المحافظات، لكن خلينا ننوه مع حضراتكم ان مع يوم الخميس اللي جاي تبدا تاني درجات الحراره تزيد بشكل كبير، نبدا نحس باجواء اكثر حراره من الايام دي، لان هيحصل ارتفاع في درجات الحراره ويكون عظمى على القاهره الكبرى توصل مع يوم الجمعه والسبت ل 38 درجه مئويه، مع وجود نسب رطوبه في الجو هنحسها اعلى من كده، فالاجواء هتبدا تتحول من اجواء الحاره الرطبه لاجواء شديده الحراره خلال فترات النهار في معظم محافظات الجمهوريه، وده من يوم الخميس حتى مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله، فاحنا داخلين في اجواء صيفيه وداخلين في درجات حراره اعلى من المعدلات خلال الايام المقبله، فمهم بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، وخاصه من الساعه 12 الظهر للساعه 3 4 العصر، عشان أشعة الشمس المباشرة كلنا عارفين هتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بقدر لا ممكن تصيبنا بضربات الشمس والإجهاد الحراري، فدايما وأنا موجود في الشارع في وقت الظهيرة يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، وأكون موجود في أماكن جيدة التهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وطبعا كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 35 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 35-24، اسكندرية 31-23، العالمين الجديدة 30-23، مطروح 29-24، دمياط 32-24، بورسعيد 33-24، إسماعيلية 34-23،
السويس العظمى فيها 34 والصغرى 23، العريش 33-24، كاترين 34-17، طابة 35-25، حلايب 35-28، شلاتين 37-29، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 38-29. الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 25، بني سويف 36-25، الوادي الجديد 41-26، أسيوط 37-22، سوهاج 38-25، وقنا 42-25، الأقصر 41-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لمصطفى وبسنت نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.